مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. بجدد لقائي مع حضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. النهارده أكيد كالعادة كل يوم اتنين هنعرف أخبار الدنيا في العالم إيه، أخبار طبعا المنتخبات اللي كانت طبعا عندها أجندة دولية. هنتطرق لمواضيع كثيرة جدا تخص الكرة العالمية وبالأخص كمان الدوري الإنجليزي، ومتابعة لنجمنا الكبير محمد صلاح اللي متواجد حاليا في صفوف منتخبنا الأول استعدادا لمباراة تونس إن شاء الله بكرة. الحقيقة دايما بنبدأ مع نادينا النادي الأهلي العظيم. الحقيقة النادي الأهلي اختتم خلاص استعداداته في القاهرة النهاردة، وكان في مباراة ودية تجمع ما بين طلائع الجيش لاستعداد للسفر إن شاء الله بإذن الله. اللعيبة على استعداد كامل جدا لمباراة وبداية موسم إن شاء الله يكون موسم رائع للنادي الأهلي استكمالا للموسم الاستثنائي في الموسم الماضي. استعدادات كانت قوية جدا الحقيقة للقاء قوي، أول لقاء في الموسم ببطولة، بطولة السوبر الأفريقي أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري. الاستعدادات كانت خدت وقت الحقيقة جيد جدا، بداية من معسكر أكثر من رائع في النمسا، ومباراة ودية مع أحد الأندية السلبانية هناك في النمسا، ثم عودة إلى القاهرة واستعدادات جدية الحقيقة وتركيز كامل من كل اللاعبين لإن شاء الله للاستعداد لمباراة كبيرة، مباراة بداية موسم. ودايما المباريات بداية الموسم بتبقى مباريات مهمة، خاصة لما تكون مباراة بتساوي بطولة. بنلاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة صعبة ما فيش شك في بداية الموسم، لكن زي ما حضراتكم شايفين الروح جميلة جدا والتركيز عالي جدا، وكل اللعيبة الحقيقة عملوا معسكر أكتر من رائع في النمسا، رجعوا خدوا 48 ساعة راحة، تم التجمع تاني، وزي ما حضراتكم شايفين كل اللعيبة الحمد لله موجودة بشكل كويس، حالة تفاؤل واضحة على الجميع الحقيقة. التفاؤل دوت يعني جاي كمان، وخلينا نتكلم قبل ما نتكلم على المباراة والفرقة، نقول اللي يعني كمان النهاردة ذكرى ميلاد العملاق الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق وأيقونة الحقيقة الإدارة المصرية بشكل كبير جدا، النهاردة يعني يوافق طبعا يوم ميلاده، ليجند زي ما بنقول، أسطورة كبيرة الكابتن صالح سليم الحقيقة، اللي حط أسس وحط مدرسة خاصة بالنادي الأهلي الحقيقة، ويعني تتبعت الأجيال من رؤساء الأندية ومجالس الإدارة وكلها على خط ونهج الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم يعني أكيد كلنا وجماهير النادي الأهلي والمنطقة العربية والأفريقية حتى على المستوى العالمي، كابتن صالح سليم أسطورة كبيرة جدا في عالم الإدارة، أول من وضع الحقيقة خطوات عالمية. لقطات قدام حضراتكم حتى من اجتماعاته مع فريق كرة القدم في وقت من الأوقات، المتابعة الجيدة جدا والقرارات التاريخية الحقيقة. كابتن صالح سليم بيستلم طبعا الجوائز على المستوى العالمي، كابتن صالح سليم اللي أرسخ الحقيقة قواعد وأرسخ مبادئ كثيرة جدا جدا في النادي الأهلي، وكلنا الحقيقة ماشيين على هذا المنهج، بجانب طبعا الموهبة الكبيرة كلاعب كرة كبير جدا جدا من أوائل الناس كمان اللي احترفوا في مصر الحقيقة في النمسا، ده كان على مستوى كرة القدم لعيب فذ، على مستوى الإدارة حدث ولا حرج، وزي ما حضراتكم شايفين متابع جيد جدا وافتتاحات على مستوى البنية التحتية. كابتن صالح سليم كمان كان شخصية شهيرة جدا جدا في عالم كرة القدم والعالم عامة كشخصية عامة. فالحقيقة ذكرى ميلاده النهاردة، يعني كلنا بنقول ان احنا على خطى الكابتن صالح سليم، مجالس الإدارة المتتابعة على خطى الكابتن صالح سليم اللي زي ما قلت لحضراتكم كان ليه أثر كبير جدا جدا، سواء كلاعب كرة يمكن ما استمرش كتير ولكن كان ليه بصمات واضحة، وكمان على مستوى الإدارة يعني كلنا بنفتكره وبنقول النادي الأهلي والكابتن صالح سليم الحقيقة منظومة متكاملة. زي ما بقول لحضراتكم الأجيال بتسلم بعضها، في ثوابت عند النادي الأهلي، في مبادئ عند النادي الأهلي، كلمة دي ما بتعجبش بعض الناس شوية لكن ده حقيقة واضحة وحقيقة صارمة، إن احنا كلنا
إذا كنا لعيبة موجودة في النادي الأهلي، مجالس الإدارة، كل من ينتمي إلى النادي الأهلي في ثوابت وفي مبادئ بيمشي عليها النادي الأهلي. وده الحقيقة اللي خلى النادي الأهلي دلوقتي من أبرز الأندية على مستوى أفريقيا وعلى مستوى العالم. زي ما قلت لحضراتكم، فرقتنا إن شاء الله هتسافر بكرة للسعودية للاستعداد بقى النهائي ووضع الرتوش الأخيرة على الجانب الخططي لمارسيل كولر. وزي ما بقول لحضراتكم، المباراة مباراة مش سهلة، مباراة دايما بيبقى فيها دايما مع الشمال الأفريقي مباراة بتكون مباراة عصبية لحد كبير. ده جزء. الجزء الثاني هي بداية موسم، ودايما بداية موسم في شد عصبي شوية، لأن المباراة لا تحتمل القسم على اثنين الحقيقة. مباراة بتكسبها بتاخد بطولة، وبالتالي بيبقى في استراتيجي معينه، في منهج معين اكيد كولر حطه لهذه المباراه. زي ما بقول لحضراتكم، كل مباراه وليها طباعها الخاصه، يعني غير تكون مباراه في الدوري او مباراه في بطوله او دوري المجموعات في افريقيا. بتكون الحسابات مباراه النهائيه، مباراه النوك اوت اللي هو الفوز بالبطوله، بيكون ليها حسابات خاصه جدا. في اعتقادي الشخصي كمان على المستوى البدني، مهما كان الاستعدادات على مستوى المعسكرات، على مستوى التدريبات، لكن اللعيب ما بيوصلش لنسبه اللياقه البدنيه 100% في بدايه الموسم. ده مستحيل، يعني اللياقه البدنيه وخبره المباريات بتختلف، الرسميه اكيد بتختلف كتير عن المباريات الوديه والمعسكرات والتدريبات. وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم، هيكون في شكل معين يعني كولر اكيد هيبدا بيه المباراه. مش هيكون في مجهود بدني في بدايه المباراه، هنحاول بقدر الامكان يكون في استحواذ على الكره بشكل جيد، لان زي ما بقول لحضراتكم قد تمتد المباراه كمان. فالجانب البدني مهم جدا في المباراه ديت، وخاصه انت في بدايه موسم. الحقيقه كمان رجوع لاعبتنا اللي كانوا موجودين في منتخب مصر، عوده الرباعي يمكن امبارح، بنتكلم على الشناوي، بنتكلم محمد هاني وعبد المنعم ومروان عطيه، عودتهم للتدريبات بعد ما شاركوا طبعا في مباراة أثيوبيا الأخيرة اللي كسبناها 1-0. وصلنا طبعا لسلسلة الحقيقة جيدة جدا لروي فيتوريا، تقريبا 8 مباريات بدون هزيمة، ولكن 8 مباريات فوز أو 7 مباريات فوز على التوالي. وده بيرجعنا لنقطة مهمة جدا، والنقطة يمكن كان أنا اتكلمت فيها يمكن الأسبوع اللي فات، عملية انضمام اللعيبة لمنتخب مصر. يعني النادي الأهلي دايما ودايما بقول على مدار السنين كان هو الداعم الأول للمنتخبات المصرية في جميع مستوياتها، لكن روي فيتوريا الحقيقة كان عنده غضب شوية من عملية عدم الوضوح الرؤية بالنسبة للمباريات، بالنسبة للمعسكرات، بالنسبة للأجندة الدولية. الحقيقة ما زال هناك تخبط لحد دلوقتي حتى على مستوى الكاف. يعني بتلاقي بعض الأندية عندها مباريات السوبر أو مباريات أفريقيا، وبتلاقي في نفس الوقت في تجمع للمنتخب. روي فيتوريا طبعا في الساعات الأخيرة الآن جدا كمان من معسكر اللي جاي، عندنا معسكر اللي جاي في كمان في أكتوبر أعتقد مع المنتخب المصري. لكن زي ما بقول لحضراتكم، لسه الرؤية ما وضحتش بشكل كبير، ولسه في تخبط الى حد كبير في الاجنده على مستوى الاتحاد الافريقي بالنسبه للمسابقات الافريقيه على مستوى المنتخبات. كلنا شفنا وكلنا بنتابع الاسبوع اللي فات كله كان اجنده دوليه بالنسبه للعالم كله، وكان في مباريات على مستوى قاره اوروبا. فمستحيل كنت تلاقي فريق زي انجلترا او فريق زي اسبانيا عنده مباراه مثلا في السوبر الاوروبي، او عنده مباراه في الدوري، او عنده مباراه في الكاس. ده الكلام ده مستحيل، بيكون فيه تنظيم وتنسيق كامل ما بين الاتحاد الاوروبي والانديه الاوروبيه. وما تقدرش تبدا موسم غير لما يكون الرؤيه دي واضحه. يعني الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع الانديه الاوروبيه بيحطوا البلان بتاع الموسم كله، التوقفات الدوليه، المباريات الدوليه بالنسبه لاوروبا واضحه وصريحه، التوقف الدولي واضح وصريح. فمستحيل هتلاقي فرقة زي مان سيتي عندها مثلا مشكلة انها تبعت لعيبة او تجيب لعيبة. الكلام ده للأسف لسه موجود هنا في قارتنا. روي فيتوريا الحقيقة يعني كان غضبان جدا من هذا الشكل، وكان عنده قلق شوية، لانه كمان الحقيقة عنده حق. يعني احنا عندنا مباريات مهمة، لو الناس شايفة انها تحصيل حاصل بقول لك لا. مباراة اثيوبيا ما كانتش تحصيل حاصل، حتى مباراة تونس ان شاء الله بكرة مش هتكون تحصيل حاصل، لان النتائج مهمه جدا في تصنيفك على مستوى افريقيا. احنا لغايه دلوقتي في المركز الخامس على التصنيف الافريقي،
عايزين نحافظ على المركز دوت طبعا قبل قرعه بطوله امم افريقيا 24 في كوت ديفوار. وبالتالي المباراه مباراه بكره مباراه كمان مهمه جدا جدا للمنتخب المصري. مباراه زي ما حضراتكم شايفين اللي بيستعدوا ليها بشكل جيد جدا بعد انضمام نجمنا الكبير محمد صلاح. محمد صلاح كان باوامر من روي فيتوريا ما بيشاركش في مباراه اثيوبيا اللي فاتت، لكن محمد صلاح بينضم لمنتخبنا وكل الانظار اكيد على محمد صلاح كالعاده، يعني كلنا بنبص على محمد صلاح خاصه بعد يمكن الفتره اللي قضاها فتره ضغط رهيبه بانتقاله الى الدوري السعودي ولا لا، ولكن في الاخر محمد صلاح حسم مستقبله مع ليفربول. تجمع شهد كمان يعني عناصر جيده جدا وكلهم نجوم طبعا الدوري المصري، في كمان على مستوى نجومنا المحترفين هيكون موجودين كلهم ان شاء الله بكره في مباراه تونس. وزي ما بقول لحضراتكم المباراه مباراه مهمه، مباراه احنا حابين نشوفها حابين نتفرج عليها، قد تكون هي المباراه الترمومتر شويه، مش هقول اختبار للمنتخب المصري لكن هتكون ترمومتر شويه. معظم المباريات اللي قضيناها في الفتره اللي فاتت كان مع منتخبات متوسطه المستوى الحقيقه، بغض النظر طبعا عن مباراه بلجيكا الوديه، لكن مباراه جيده امام منتخب جيد جدا. المنتخب التونسي كمان عمل شكل لا باس به في كاس العالم في قطر النسخه الماضيه، عنده طبعا نجمنا الكبير علي معلول كمان متواجد مع المنتخب التونسي، ويمكن جماعه طبعا بعض الصور شفنا على السوشيال ميديا حمدي فتحي المحترف في قطر مع علي معلول في طبعا اجتماع كده اخوي كبير. وزي ما بقول لحضراتكم مباراه مهمه جدا، مباراه قويه، المنتخب المصري ان شاء الله يقدم مردود جيد، يعني يقدم مردود جيد بشكل كويس ان شاء الله باذن الله يكون كمان النتيجه جيده، لان كمان النتيجه بتكون مش هقول لك هي النتيجه هتبقى هي الهدف من هذه المباراه، لكن بتكون جيد محطوط ان انت بتلاعب منتخب كبير زي منتخب التونسي وبتفوز عليه، ده كمان معنويا كمان مهم جدا لمنتخبنا الفتره اللي جايه. طيب النهارده زي ما قلت لحضراتكم هيكون عندنا كلام مهم جدا في حلقتنا، معانا محلل الكرة العالمية المتميز محمد الباز، هنتكلم على طبعا المنتخبات والمباريات في أفريقيا في التصفيات المؤهلة لساحل العاج 2024. هنعرف مع حضراتكم مين اللي وصل مين اللي لسه ما وصلش، المواقف المنتخبات كلها هتكون عاملة ازاي ان شاء الله للوصول لساحل العاج 2024. كمان هنتكلم على جزئية مهمة ما زالت في الأفاق وما زالت موجودة على الساحة العالمية، نتكلم على الدوري السعودي. الدوري السعودي هيكون شكله ازاي السنة دي بعد طبعا ما يعني جذب عدد كبير جدا من نجوم أوروبا، وبالتالي عندنا النهاردة سكايب مهم جدا مع نيكولا أونستين، ده المدير السبورت دايركتور بنادي الفتح السعودي. نيكولا هيكون معانا النهارده، هنتعرف بقى ونتكلم معاه في كل حاجه ما يخص المستقبل الكره السعوديه، ما يخص الانتقالات، ما يخص حتى الدعم المالي الكبير جدا جدا واستقطاب لعيبه على مستوى عالي جدا، هو شايف رؤيته ازاي؟ هو طبعا جنسيته ايطالي وفي منصب السبورت دايركتور او المدير الرياضي لنادي الفتح السعودي. وهيكون لنا لقاء ان شاء الله يكون لقاء مميز، نتعرف كمان من جوه المطبخ الدنيا ماشيه ازاي هناك في السوق السعودي والدوري السعودي. خلينا قبل ودايما متعودين مع حضراتكم قبل ما نخش على الصحف العالميه قالت ايه في المحترف، عندنا اخبار هنمر عليها سريعا وهنبداها طبعا بريال مدريد. ريال مدريد بيجهز خطه شامله لضم امبابي. قصه امبابي وريال مدريد الحقيقه قصه لا تنتهي، ولكن زي ما حضراتكم عارفين يمكن امبابي بينتهي عقده مع باريس سان جيرمان خلاص الموسم القادم، وامبابي طبعا مهاجم باريس سان جيرمان يعني ممكن جدا في يناير اللي جاي بحسب بعض التقارير الصحفيه انه ممكن يمضي في ريال مدريد. اللعيب رفض طبعا كل العروض التجديد لغايه دلوقتي مع البي اس جي، وفقا لشبكه طبعا سنترال الاسبانيه ان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بيحط وبيرتب اوراقه وبيحط بند مبكر، يعني بند في العقد محتمل يكون موجود لامبابي هيخضع طبعا لشرطين. الشرط الاولاني
ان هو بيتعلق بالانديه السعوديه وقطر، والشرط الثاني يتعلق بالانديه الاوروبيه. يعني عايز يوضب كده طبخه زي ما بيقولوا، ويوضب عقد محترم، ولكن كمان عامل حسابه ان السوق السعودي كمان قريب جدا. كان السوق السعودي بعض يعني بعض التقارير قال ان هو الهلال بيتفاوض مع امبابي. فبيريز الحقيقه بيوضب عقد في يناير اللي جاي يحق لامبابي الامضاء، لانه خلاص عقده هينتهي مع نهايه الموسم دوت اللي هو بدا اوريدي. وبالتالي من ضمن البنود ان في شرط جزائي الخاص بالسوق السعودي قبل او السعوديه او قطر. هيحط شرط جزائي، تفتكروا قد ايه؟ هيحط شرط جزائي 1.2 مليار يورو. 1.2 مليار يورو ده ممكن يتحط في عقد امبابي، علشان ما يحصلش يعني ما يحصلش تصادم او يحصلش جذب للاعب اثناء عقده مع ريال مدريد. فبيحط عرض او بيحط شرط جزائي كبير جدا قدره 1.2 مليار يورو. طبعا كل ده وفي شروط جزائيه مخصصه طبعا للانديه الاوروبيه، بتختلف كتير عن الانديه السعوديه. بعض التقارير بتقول هيكون في شرط جزائي يعني يوصل ل 800 مليون او مليار يورو، وده كمان مبلغ كبير جدا الحقيقه. لكن خلينا نقول ان امبابي يعني في طريقه لريال مدريد. لغايه دلوقتي كان في كمان عرض قوي جدا لتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، لكن لغايه دلوقتي رافض، وزي ما بقول لحضراتكم عقده هينتهي الموسم ده، وبالتالي يحق له التوقيع في يناير اللي جاي. وبعض الشبكات او بعض التواصل او بعض التقارير الاسبانيه بتقول ان بيريز ملهم او يعني عايز بقوه يكون موجود في السوق مع او تسويق او الحصول على خدمات الحقيقه امبابي بقى له فتره كبيره جدا جدا، وعايز يامن الجزئيه ديت بيمكن الاغراءات الكبيره جدا اللي اظهرها السوق السعودي في يعني الاسابيع الاخيره. طيب ده كان خبر من مدريد. عايزين كمان نجم المغرب، يعني بيشعل صراع كبير جدا ما بين ليفربول والسيتي. في تقارير انجليزيه قالت ان في صراع قوي جدا ما بين ليفربول والمان سيتي للفوز بتوقيع مدافع منتخب المغرب نايف اكراد. نايف اكراد طبعا حضراتكم عارفين نجم فريق ويست هام ومدافع ويست هام القوي، ويمكن ليفربول كان صاحب الاهتمام الكبير باللاعب دوت، يعني نظر طبعا في اهتمام كبير جدا من يوجن كلوب وايمانه بامكانيات هذا المدافع الكبير، بيسعى طبعا لاقناعه لاصلاح زي ما حضراتكم متابعين معانا في المحترف. ما زال ليفربول رغم تالقه في بعض المباريات ولكن عنده ديفو شويه في الجانب الدفاعي وفي خط الدفاع. يوجن كلوب يعني عايز يغطي هذه الثغره من خلال وجود مدافع قوي مثل هذا اللاعب. وكمان دخل في الصفقه الحقيقه كمان المان سيتي، وزي ما بقول لحضراتكم في بعض التقارير قالت طبعا اللاعب عنده 27 سنه مميز جدا. بعض التقارير قالت ان يمكن يوجن كلوب اللي بيعاني زي ما بقول لحضراتكم من مشاكل على مستوى الدفاع. فان دايك يعني وصل كمان سنه 32 سنه، وبالتالي محتاج لعيب صغير، عنده 27 سنه هذا اللاعب. وبعض الصحف هناك بتقول يعني كمان كان في اهتمام كبير جدا جدا من السوق السعودي لانتقال هذا اللاعب في الصيف ده، لكن المفاوضات فشلت. المدافع المغربي سجل 3 اهداف خلال 33 مباراه خاضها مع ويست هام منذ وصوله لصفوف الهامرز طبعا الموسم اللي فات. نروح من ليفربول نطلع على خبر في برشلونه. الحقيقه برشلونه بيحسم خلاص مستقبل تشافي المدير الفني لبرشلونه. الاداره بتحسم موقفه برئاسه طبعا خوان لابورتا ملف التجديد للمدير الفني تشافي خلال الساعات الماضيه. حسب صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه بتقول ان تشافي خلاص مستمر في منصبه على راس القياده الفنيه لبرشلونه لصيف 2025. الصحيفه قالت كمان ان في محاولات التجديد كانت من اجل استمرار تشافي حتى صيف 2026، وهو موعد نهايه ولايه رئيس النادي خوان لابورتا، لكن في النهايه تم الاتفاق في التجديد ل 2025.
نفس التقرير قالت بعد حسم ملف طبعا التعاقدات جاء دور تشافي للتجديد اللي هيشهد زيادة كبيرة جدا في راتبه كمكافأة الحقيقة على عمله المميز الموسم الماضي. وقالت كمان وأفادت أنه سيتم الإعلان الرسمي عن التجديد بعد اجتماع ما بين تشافي وديكو المدير الرياضي والسبورت دايركتور. ده هيكون في اجتماع يوم الأربعاء 13 سبتمبر إن شاء الله بعد بكرة، ويكون تشافي وديكو اتفقوا على كل التفاصيل، لأنه بمجرد إغلاق الموسم وعودتهم تاني من الأجازة وفترة التوقف الدولي هيقعدوا ويخلصوا الموضوع. وبنقول لتشافي مستمر مع برشلونة حتى صيف 2025. دي كانت بعض الأخبار السريعة الحقيقة، لكن لسه كمان عايزين نبص مع حضراتكم أن الصحف العالمية عناوينها كانت إيه في المحترف. نبدأ في أسبانيا، جريدة ماركا الأسبانية ركزت على يعني استقالة لويس روبالييز طبعا من رئاسة الاتحاد الأسباني لكرة القدم. أكدت الصحيفة أن هذه الخطوة بتنهي صراع طويل داخل الاتحاد كان الحقيقة عليه علامات استفهام كبيرة جدا جدا جدا. يمكن أشادت الصحيفة باللاعب كمان لامين يامال طبعا كلنا متابعين هذا الشاب، هذا النجم القادم على مستوى الكرة العالمية بسرعة الصاروخ، لاعب عنده 16 سنة وشهرين سجل هدف مع منتخب أسبانيا في مرمى جورجيا في أول مشاركة له مع المنتخب الأسباني. صحيفة قالت يامال فخور بارتداء، هو بيقول أنه فخور بارتداء قميص أسبانيا ولن ينسى ليلة 8 سبتمبر. لاعب عنده 16 سنة وشهرين بيلعب مع المنتخب الأسباني وبيحرز هدف، ما بين قوسين برضو عندنا علامة استفهام كبيرة جدا جدا على كمان نجومنا اللي بنتكلم عليهم ونقول لسه لعيبة صغيرة، وإن اللي عنده 17 و18 و19 سنة ده لعيب صغير. مفهوم وثقافة الجزئية دي يعني الحقيقة اختفت تماما من أوروبا. وعندنا من خلال المحترف يعني الحقيقة محمد منصف يعني معدنا جاب لنا قد إيه إن كان الميركاتو الصيف اللي فات كان أكبر نسبة للإنفاق على اللاعبين في سن من 18 ل 23 سنة. ده كان مهم جدا علشان بيبصوا كمان للريسيل ومواضيع كثيرة جدا جدا. فهذا اللاعب وهذا النجم الصاعد بقوة بيحرز هدف ويكون أصغر لاعب مع المنتخب الأسباني بعمر 16 سنة وشهرين بيشارك على المستوى الدولي وبيحرز هدف. طيب مونتوفي دوبورتيفو الأسبانية كمان أشارت أن ريال مدريد مهتم بضم جوليان ألفاريز. ألفاريز طبعا لاعب المان سيتي الإنجليزي اللي كان محط أنظار ريال مدريد السنة اللي فاتت، لكن السيتي نجح في خطفه من ريفر بليت الأرجنتيني. لكن التقرير بتؤكد عودة تاني ريال مدريد في واهتمامه بضم هذا اللاعب. يلا نروح على انجلترا، جريدة صن الإنجليزية ركزت على مانشستر يونايتد وأكدت أن ديون النادي الإنجليزي تخطت حاجز المليار جنيه استرليني تحت إدارة عائلة بليرز الأمريكية، ويعد توقف مفاوضات الاستحواذ القطري في الفترة اللي فاتت. طبعا عائلة بليرز الإنجليزية كانت رفضت سعر النادي الإنجليزي أو بيع أسهم النادي الإنجليزي بمبلغ 6 مليار إلى 10 مليار جنيه استرليني، وأجلت فكرة البيع لمدة سنتين. في إيطاليا صحيفة كورير ديلي سبورت الإيطالية كتبت الميلان تحت المجهر. هي الميلان عامل ميركاتو أكتر من رائع، لكن صرف حوالي 134 مليون دولار في انتقالاته الصيفية، وهو ده الرقم الأكبر الحقيقة في الدوري الإيطالي. دي كانت أخبارنا على مستوى الصحافة العالمية. نطلع لفاصل سريع، بعد الفاصل نستقبل نجمنا النهاردة المحلل الكرة العالمية محمد الباسل. أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف. عندنا النهاردة نجم على مستوى ضيافتنا النهاردة في المحترف محلل الكرة العالمية محمد الباز. زي ما قلت لحضراتكم في ملفات كثيرة جدا هنتكلم عليها معاه، هنتكلم على الدوري السعودي السوق السعودي، هنتكلم على المنتخبات ووصولها لي طبعا بطولة أفريقيا في ساحل العاج 2024. كل ده معاك يا باز النهاردة. مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير على حضرتك كابتن هاني، مساء الخير على جمهور النادي الأهلي. أهلا وسهلا. اهلا بيك، وطبعا معلش استاذنك كالعاده
احنا متعودين معاكم هنا في المحترف يوم الاثنين يكون عندنا نموذج للاعب مصري بيلعب في الدوريات الاوروبيه. النهارده معانا لاعب عبد الله الليسي، كمان لاعب مصري في الدوريات الاوروبيه. نموذج تاني لاعب مصري ألماني بيلعب في ألمانيا. باز، أنت عشت هناك في ألمانيا كتير وعارف الأجواء، بالنسبة طبعا خاصة في اهتمام جدا بملف اللاعبين ذو الجنسية المزدوجة، ودايما هنا بنتكلم ولسه هنتكلم أنه ملف مهم جدا جدا، كمان اهتمام روي فيتوريا بالموضوع على مستوى المنتخب، والراجل بيبحث بشكل جيد على مستوى المنتخب الأولمبي. كمان شفنا بعض العناصر اللعيبة المصرية اللي بتلعب في الدوريات الأوروبية، دينا برضو تاني تأكيد على أهمية هذه الفكرة. طبعا يعني مبدئيا بحب أحيي حضرتك وبرنامج المحترف، طبعا بيتناول القضية ديت من زمان، من وقت مش طويل جدا. الناس تقول لك انت لا تاني، لا مش هنزهق يعني. صحيح، يعني أنا دايما بشوف بنكتشف أسماء جديدة، يعني من إعداد البرنامج مع حضرتك على طول بنكتشفها. لا الموضوع مهم جدا، احنا يعني مش هنروح بعيد، بكرة مباراة مصر أمام تونس. لو هنبص بس على منتخب تونس، في 22 لاعب مزدوج الجنسيه. 22 لاعب. يعني انا بالمناسبه جبت اسمائهم ودخلت في الفرق اللي بيلعبوا فيها، ومعدل الاعمار عندهم صغير، يعني بنتكلم من 18 ل 24 سنه 25 سنه. 22 لاعب في منتخب تونس. تونس بدات تاخد المبادره من فتره. طيب المغرب دلوقتي، المغرب عامله حرب كبيره جدا على لامين يامال، حضرتك اتكلمت عليه من شويه، اللي قرر طبعا ان هو يلعب لمنتخب اسبانيا، وفي كلام كتير جدا. لسه المغرب لحد النهارده بتحارب ورا الموضوع، ما يقصدش، بتتمنى ان هي تجيب اللاعب اللي هو اصغر لاعب زي ما حضرتك قلت بالظبط 16 سنه، يعني بيلعب لمنتخب اسبانيا وبيحرز هدف في اول ظهور للفرق العربيه، المغرب تونس ومعظم الفرق دلوقتي، حتى الجزائر بدات ان هي تتطلع ورا الموضوع من اهميته. هنا طبعا احنا عندنا لعيبه كتيره حضرتك بتبرزهم كل حلقه مزدوج الجنسيه، لعيبه احتكت بالدوريات الاوروبيه وجودها هناك. انا عايزك يعني عشان برضو الساده المشاهدين يكونوا عارفين، احنا اللعيبه ديت خلي بالكم بتتجهز لمده سنتين ثلاثه، يعني مش هنجيب اللعيب هو ده وقف منتخب مصر على حلو، لا الخطه ديت بتكون خطه طويله الاجل شويه، ولكن بيكون عندك كميه وعدد كبير جدا من المحترفين الموجودين متاسسين بشكل جيد على المستوى الفني على المستوى البدني، وبالتالي دخولهم للمنتخب مش هيكون فيه صعوبة، ولكن هيكون فيه إضافة للمنتخب. شفنا على مستوى المنتخب الأولمبي في تواجد بعض اللعيبة موجودة، على مستوى المنتخب الأول نتمنى إن شاء الله نشوف هذه النماذج، لأن الحقيقة مش المغرب بس ولا تونس بس، بنتكلم على الجزائر بشكل كبير، بنتكلم على الكاميرون بشكل كبير جدا، بنتكلم على منتخبات الحقيقة أفريقية ما كناش نسمع بين قوسين كده، بنتكلم على منتخب زي بوركينا فاسو. منتخبات ايام ما كنت بلعب انا كان الموضوع سهل تكسبوا 2-3 بدون اي مشاكل، لكن دلوقتي عندهم كتيبه كبيره جدا من اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا، وبالتالي بيكون في قوه في اداء المنتخبات الافريقيه اللي هتشوفوا ده حضراتكم في النسخه اللي جايه. يعني كاس افريقيا اللي جاي 2024 في سهل العاج هتشوفوا منتخبات الحقيقه ومستوى رائع، وان شاء الله اكيد كلنا وراء منتخبنا المصري. طيب باز، عندنا سكايب مهم جدا هنتكلم فيه على السوق السعودي. نيكولاي انستين، ده طبعا نيكولاي انستين زي ما قلت لحضراتكم في الانترو، ده السبورت دايركتور، المدير الرياضي لنادي الفتح السعودي، معانا عبر سكايب. نيكول اهلا بيك ومشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا لكم ومساء الخير للجميع. بنرحب بيك معانا. والحقيقه السوق السعودي الحقيقه كان عامل ضجه كبيره جدا جدا على مستوى العالم كله، وانت موجود داخل هذه المنظومه. عايزين نعرف شكل الدوري السعودي بعد انضمام نجوم كبار جدا على مستوى لاعبين الليفل ايه،
شايف هذه التجربة ازاي وشايف الدوري السعودي الى اين؟ حسنا، انا كنت اتوقع ذلك في البداية، توقعت التغير الكبير، ولكن لأكون صادقا بعد ما حدث في فترة الانتقالات الحالية لم أصدق نفسي، لأن كم اللاعبين الكبار الذين أتوا إلى السعودية هو كم رهيب. رأينا في الحال اختلافا كبيرا بين العام الماضي والعام الحالي على مستوى جميع الأندية. بالطبع جودة اللاعبين اختلفت، اللاعبين الكبار، الدوري أصبح أقوى بكثير. بالطبع هل استقدام هؤلاء اللاعبين زي ما بنتكلم في ليفل A بيضمن بشكل كبير جدا نجاح التجربة، أم هتكون تجربة مؤقتة في المستقبل القريب وتعود تاني؟ طبعا هيمنة أكيد الدوريات الأوروبية بشكل كبير. رأيك إيه وأنت بتقول إن أنت كان بالنسبة لك مفاجأة كبيرة استقدام هذا الكم الكبير من اللاعبين من أوروبا؟ بالنسبة لي أعتقد أنه يعد أمرا سيطول وسيستغرق وقتا أطول على مدى السنين القادمة، لأن السعودية لديها خطة ولديها منظومة قوية. فالدوري السعودي الآن أحضر لاعبين كبار من حول العالم وليس في أوروبا فقط لكل الأندية، فبالتالي هذا قادر على إنجاح العملية. الأمر ليس فقط بخصوص استقدام لاعبين كبار ولكن لاعبين محترفين خصوصا. أنا لنقول فأنا واحد من هؤلاء الذين أتوا إلى السعودية لخوض هذه التجربة، لجعل هذه التجربة أكثر احترافية. فهذا أمرا هاما أن تستخدم هؤلاء اللاعبين وأن تؤهل الدوري السعودي ليكون أكثر تطورا. فأنا رأيت ذلك بنفسي في الأشهر الأخيرة. أعتقد أن هذه هي الطريقة لتستمر في النمو والتطور. يريدون أن يظهروا أنهم لحقوا بركاب الدوريات العالمية. هم نجحوا بالفعل في إثبات هذا ولفت انتباه العالم جميعا وليس أوروبا فقط. الجميع ينظر إلى السعودية بفضول ويريد أن يعرف ماذا يحدث في السعودية. أنت بتقول نيكولا أنك هو خلاص أن السوق السعودي لفت أنظار أوروبا كلها والعالم كله. شايف إمتى يكون الدوري السعودي بالخطة اللي اتعرضت عليك أنه يكون واحد من التوب 5 على مستوى العالم؟ كلنا عارفين طبعا توب 5 ليجز في العالم كلهم. هل تستطيع السعودية قريبا أن تقتحم هذه الليستة وتكون من ضمن الخمسة الكبار في العالم؟ نعم، أنا أؤمن بذلك. أؤمن أن السعودية لديها القدرة على ذلك، فلديهم القدرة على المنافسة في المستقبل. كما قلت لك، هم استطاعوا لفت أنظار العالم بإحضار أفضل اللاعبين في العالم، وهذا الأمر لم يكن محض صدفة وإنما استحقوا ذلك. الآن عليهم أن يثبتوا ذلك وأن يخلقوا توازنا بين الأندية، وليس فقط أن يتوقفوا عن إحضار اللاعبين ولكن أن يخرجوا لاعبين شباب مهارات من حول العالم وليس فقط السعودية، ليصبح هناك دمج بين اللاعبين الصغار والخبرات الكبيرة. الأمر سيكون مثيرا للاهتمام ليس فقط للجماهير ولكن للإدارات المختلفة الاحترافية حول العالم. فالفيفا تريد هذا على كل المستويات في السعودية وفي أمريكا الجنوبية. فالاتجاه العام الآن للدوري السعودي سيكون ناجحا. هذا أمر مثير للاهتمام لنرى في المستقبل. ما فيش شك أنه أكيد هيكون إضافة للكرة العالمية ودوري جديد يضاف للدوريات القوية، أكيد في صالح الكرة العالمية بشكل كبير. وعلى سبيل المثال زي ما انت قلت، هو حتى اللاعبين ما بقاش استقدام اللاعبين اللي سنهم كبير او في نهايه الكارير، ولكن في بعض اللاعبين او لاعبين كثر في الدوري السعودي قادمين من اوروبا، اعمارهم السنيه اعمار متوسطه واعمار جيده جدا. هل ده بيأثر على اللاعب السعودي نفسه؟ هل
فرص اللاعب السعودي نفسه هتكون تقلصت بشكل كبير جدا، مما ينعكس على أداء المنتخب السعودي. لا 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 أعتقد أن ذلك سيكون مؤثرا على المنتخب السعودي، فاللاعبين السعوديون الآن هم تحت التطور بالفعل، وأعتقد أن الأندية تنظر للاعبين السعوديين لأنهم يحتاجونهم على المستوى الدولي. فأعتقد أن التواصل الآن بين إدارة الدوري السعودي والأندية مهمة لإثبات ذلك، للحفاظ على المنظومة ككل. فعلى سبيل المثال الفريق الثاني في أي نادي والدوري الدرجة الثانية أو الدوري الممتاز الدرجة الأولى في السعودية نحن نتابع، فأنت لعبت في ألمانيا على سبيل المثال مثلي، فتستطيع أن ترى دوري الدرجة الثانية في ألمانيا يساعد المهارات الشابة على النمو، وهذا يحدث في السعودية لنؤهلهم للدوري الممتاز أو الفريق الأول. بالفعل نحن الآن نرعى لاعبين جيدين ونحسن من أدائهم وننصحهم كيف يتطوروا. فالآن اللاعبين السعوديين لديهم الجودة ويتطورون على كل حال. نيكولا، من خلال حديثك قلت وبعض الناس بتقول ان يمكن التركيز على يمكن 3-4 أندية في الدوري السعودي بأرقام كبيرة بجانب الأندية الصغيرة شوية قد يؤثر على قوة التنافس ما بين كل الفرق او الفير بلاي بالنسبة لكل الأندية السعودية، شايف ازاي دوت؟ ولو ترجمناه لنتيجة كبيرة، نادي الفتح بيفوز على النادي الأهلي السعودي بنتيجة كبيرة جدا 5-1، شايف ده ازاي؟ هل هيكون في استثمار ايضا في الأندية الصغيرة على اساس يكون في توازن في الدوري السعودي؟ اعتقد ان هذا في البداية فقط، هم اختاروا ان يعطوا الدعم الكبير لهذه الأندية. بالطبع لدعنا نقول أن هذه الأندية لديها قوة أكبر من الأندية الأخرى بفضل التدعيمات الكبيرة التي حدثت. فبالتالي نحن أنا أتكلم ليس عن الفتح فقط، ولكن أتكلم نيابة عن 13 ناديا آخر. لدينا ميزانية ويجب علينا أن نحترمها، لأن هذه الميزانية هي من وزير الرياضة السعودي أو وزارة الرياضة السعودية، فبالتالي هذه الميزانية تناسب طموحنا حتى الآن، واستطعنا أن نجلب اللاعبين الذين نحتاجهم، ولكن اللاعبين الذين نتمناهم هذا أمر يطول. بالطبع في هذه اللحظة يجب أن يكون هناك هذا التوازن الذي ذكرت، ولكن لأكون صادقا هذا لا يشكل عائقا في بلاد أخرى كما يحدث الحال في إيطاليا. يوجد فرق كبير في إيطاليا بين يوفنتوس وروما وأندية أخرى يستطيع أن ينفق الكثير من الأموال عكس فريق كإمبولي، الأمر يختلف. فبالتالي يجب علينا أن نعتاد على هذا الأمر كما يحدث في أوروبا. في حالتنا هذه لم نصرف كما الحال في الأندية الأربعة الكبرى، ولكن كوننا فريقا جيدا كما قلت. أنا بتفق معك نيكولا، كمان عملية الصرف بشكل معين هي كمان النتيجة الكبيرة اللي عملتوها أمام النادي الأهلي، بتقول إن عملية الصرف للعيب المناسب واللعيب اللي فعلا بيحتاجه النادي بغض النظر عن نجوميته وشهرته كان شيء مميز جدا. السؤال الثاني، لم تقتصر استقطاب بس على اللاعبين الكبار أو النجوم الكبار على مستوى اللاعبين، ولكن على مستوى المدربين. شفنا مؤخرا المدير الفني الجديد مانشيني الإيطالي يتولى الإدارة الفنية للمنتخب السعودي، شايف ده إزاي؟ وشايف ده تأثيره إيه على المنتخب السعودي؟ نعم، هذا مثال آخر على ما كنا نتكلم عن الكرة السعودية تريد أن تتطور على كل مستوى، ليس فقط الأندية ولكن
على مستوى المنتخب القومي. مانشيني لم نحضر فقط مجرد مدرب، ولكن أحضرنا مدير فني على مستوى عال. نريد هذا لجعل كرة القدم على أعلى مستوى في كل المناحي. بالطبع أحضرنا لاعبين كبار، ولكن كما ذكرت أنت أحضرنا مدربين كبار أيضا. وكلما زادت وتيرة النمو والتطور في الدوري زادت المعرفة، وتكون هذه أفضل طريقة لتطور عقلية اللاعبين قبل أي شيء. أنا بتفق معاك نيكولا، وخليني أتكلم معاك أثناء تواجدك الفترة اللي فاتت، وطبعا الحديث على نجمنا الكبير محمد صلاح. عايزك تشرح لي وعشت الأجواء دي إزاي الفترات ما قبل غلق ميعاد الانتقالات. كيف كانت الحالة في السوق السعودي؟ كيف كان الجو على مستوى السعودية في استخدام محمد صلاح، ما بين وجوده في اتحاد جدة، ما بين طبعا ليفربول وعناده الشديد في انتقال محمد صلاح؟ اشرح لنا الأجواء، وكانت الأجواء إزاي عاملة إزاي في السعودية أثناء هذه، يمكن نقول مش هقول الحرب، ولكن كان الاتفاق اللي كان منتظر السوق السعودي بوجود محمد صلاح. نحن نتحدث الآن ليس فقط واحد من أفضل اللاعبين، وإنما هو أفضلهم، وخصوصا بالنسبة للشرق الأوسط. هو أنا متأكد إذا أتيت للسعودية لتلعب ستكون النجم الأوحد، ومن كم المتابعة التي حظى بها محمد صلاح، وخصوصا من الجالية المصرية. هم الجماهير المصرية هم مجانين بكرة القدم. فتخيل حجم المتابعة، تخيل أن محمد صلاح سيلتحق بالدوري، أمر رائع بالطبع. ولكن بالطبع أعتقد أن الجميع كان متحمسا ولا يزال بخصوص قدوم محمد صلاح للسعودية. رأيي الشخصي أود أن أرى الدوري الآن أكبر وأفضل، ولكن لننتظر. الدوري الآن لديه القدرة على إحضار هذه الأسامي وأن يلتحقوا بالدوري وأن يؤدوا كما نراهم في أوروبا. كما قلت لك في البداية، نعم نستطيع أن نحضر أي اسم، وليس فقط أسماء كبيرة، ولكن اللاعبين المناسبين للبيئة التي نمارس فيها كرة القدم. فبالطبع هذا سيحدث اختلافا كبيرا بالنسبة لكرة القدم التي اعتادوا أن يروها في السعودية وكرة القدم الآن. نحن الآن نتدرب بطريقة مختلفة وأوقات مختلفة، الأمر مختلف بالنسبة للاعبين الأوروبيين، فيجب عليهم أن يعتادوا هذا، وهذا منطقيا بالنسبة لي. سأكون سعيدا بالطبع إذا رأينا محمد صلاح من ضمن هذه الأسماء أن يشارك في السعودية، سيكون رائعا. ولكن لا أمانع إذا تأخر هذا الأمر قليلا حتى نرى ليفوز محمد صلاح، ونفوز نحن بمباريات أكثر في السعودية في حال عدم وجود محمد صلاح. بتفق معك تماما، ويمكن كان من الأسباب الكبيرة جدا لإصرار نادي الاتحاد هو العملية التسويقية والماركتينج وعدد المشاهدة وعدد معجبين ومتابعي محمد صلاح في العالم كله، بس مش في الشرق الأوسط، قد إيه كان حينتبه إلى الدوري السعودي. طيب نيكولا، آخر سؤال، هل متابع الكرة المصرية وخاصة يعني النادي الأهلي طبعا البطل الكبير ونادي القرن الأفريقي، رؤيتك إيه للكرة المصرية وللنادي الأهلي؟ أنا دائما مولع بالنادي الأهلي على سبيل الخصوص، وليس فقط الكرة المصرية، هو الأفضل في مصر بالمنافسة مع دول أخرى كالمغرب والجزائر. نرى الأهلي هو المميز. أنا كنت في المغرب مؤخرا فترة إقامة كأس العالم، ورأينا إدارة النادي الأهلي في دبلومة إدارة الأندية التي كنت أحضرها، وقابلت السيد خالد مرتجي، كان محاضرا لنا في هذه الدورة، كان يتحدث عن النادي الأهلي، كان محاضرا رائعا. كان لدي الفرصة أن أعرف الكثير عن الأهلي، النادي الذي أعرفه بالفعل كأعظم نادي في إفريقيا. ولكن ليستعرض هذا التاريخ أمامنا،
كان أمرا مذهلا. أنا أستطيع أن أخبرك بالطبع أن الأندية أن ناديكم الآن لديه مشجعا آخر، والأندية الأصغر تستطيع أن تكون مؤيدة ومشجعة للأهلي في المستقبل. أستطيع أن أقول أن الأهلي يحظى بدعمي الكامل في مباراة السوبر الأفريقي الأسبوع المقبل. واحنا سعداء نيكولا بيضم يعني مشجع جديد للنادي الاهلي. طبعا نيكولا طبعا المدير الرياضي لنادي الفتح الرياضي، بنشكرك شكرا جزيلا على المداخله، وبنقول لك جود لك ان شاء الله في مهمتك الجديده في السعوديه. شكرا جزيلا نيكولا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. الحقيقه كان لقاء ممتع جدا زي ما بقول لحضراتكم. يمكن السوق السعودي طبعا، وفي واضح ان في خطه وفي بلان كبيره جدا على مستوى اللاعبين، على مستوى السبورت دايركتور، على مستوى المدربين. الحقيقه تجربه كلنا نتمنى انها تنجح. اكيد السعوديه دوله عربيه شقيقه، ودخلت الحقيقه بسوق كره القدم مؤخرا بقوه، وان شاء الله باذن الله تكون تجربه ناجحه. عايز اخد رايك الشخصي في هذه التجربه يا محمد. يعني هي تجربه ممتازه على الطريق الصحيح لجذب طبعا انتباه عدد مشاهدين في العالم، ولكن ناقص شويه حاجات. يعني اهم حاجتين زي ما حضرتك قلت دلوقتي في اللقاء مع نيكولا، موضوع البالانسنج ما بين الفرق كلها بتاع الدوري السعودي هناك. بس بتكلم في اربع خمس فرق هم دايما اللي عندهم طبعا نصيب النفقات الاكبر والصرف الاكبر لجذب او استقطاب لاعبين عالميين زي ما شفنا. طيب بقيه الفرق فين؟ يعني لسه طبعا ده اللي هنشوف بقى المنافسه، قوه المنافسه. ولكن المثال هنا في تناقض، شفنا المثال بتاع مباراه الفتح والاهلي والخساره الكبيره 5 برصيد، برضه سكور كبير جدا. بيقول لا، الفرق حتى اللي في منتصف الدوري او اللي في نهايه الدوري يعني بتجتهد، ويعني ما بيهمهاش صحيح وجود نجوم كبير. هكلمك هكمل معاك الملف دوت، وهنكمل مع حضراتكم كمان في ملف الكره السعوديه والاتجاه رايح لفين. لكن خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. محمد، قبل الفاصل كنا بنتكلم، ويمكن نيكولا المدير الرياضي لفريق الفتح السعودي سالته سؤال وقلت له هل يستطيع الدوري السعودي اقتحام التوب 5 ليجز في العالم كله، وقال قريب جدا. في الفاصل قلت لي راي مختلف. صحيح، لا انا شايف لسه بعيد جدا. لسه شويه. ليه؟ لان احنا دلوقتي بعد كل النفقات ديت وترتيب السعوديه، وهنتكلم عليها انا عارف بعد شويه ترتيبهم في اجمالي النفقات المصروفه، لسه بعيد بعد تحقيق القيمة التسويقية لكل نادي فيهم. يعني بعد كل المصروفات ده يا كابتن هاني، لسه على سبيل المثال مان سيتي هو أقوى قيمة تسويقية حتى الآن، ثم الأرسنال، ثم البي اس جي، ثم ريال مدريد وتشيلسي. يعني بنتكلم عشان تكون في التوب 5 ليكس محتاج ان انت تعلى بالقيمة التسويقية كله للأندية. للأندية، فانت بنتكلم في الهلال، بنتكلم في الاتحاد جده، بنتكلم في طبعا الشباب. الاهلي، الشباب. لا انت محتاج، انت بتتكلم في اربع خمس لعيبه جبتهم لكل فريق، فانت محتاج ان انت ترفع قيمه التسويقيه للفريق وللنادي كله علشان تنافس وتوصل للتوب رانكينج للتوب 5 ليكس. بنتكلم في فرق مهما صرفت. انا معاك ان هو مش الكلام مش هيبقى ما بين يوم وليله، ولكن ممكن جدا يكون ده التارجت، ممكن يكون ده الخطه في المستقبل، ان الدوري السعودي يكون من احد الانديه الكبرى او الفايف توب ليجز. هيجي على حساب مين؟ يعني لو قلنا مشينا كده سنتين ثلاثه الامور استمرت بهذا الشكل، مين الدوريات اللي ممكن جدا تتاثر جدا بالسوق السعودي او بالدوري السعودي؟ ممكن نتكلم في الدوري الالماني، يعني وده بعد وقت كمان، لان بعد وقت طبعا الخطه هناك شويه في المانيا مرتبطين ببادجت معين، طبعا بقاعده معينه. عايز اقول لك الحقيقه الكره الالمانيه الحقيقه برضو بتمر بازمات كبيره جدا من بعد كاس العالم، لهزيمه كمان كبيره جدا، اقاله هانز فليك. صحيح. مين بقى اللي هيجي؟ في بعض الاسماء، في ناجلسمان، وطبعا رودي فولر. فولر هيقود الفريق طبعا لحد تصفيات اليورو بشكل يعني ودي مؤقت يعني. الى ان طبعا في كلام كبير على ناجلسمان بشكل كبير. في كلام على زين الدين زيدان، هل ما استبعد تماما؟ لان زين الدين زيدان هو عنده ميول وطموحات اخرى، يعني هو يعني يتمنى تدريب المنتخب الفرنسي ده في الاولويات الاولى. ولكن لا، لكن كمان المنتخب الالماني اسم كبير في اوروبا طبعا. لكن تفتكر برضه عامل اللغه شويه ممكن يكون
مش مناسب لزين الدين زيدان دلوقتي؟ هل هو عينه فعلا على المنتخب الفرنسي في الفترة اللي جاية؟ زين الدين زيدان بقاله فترات مبتعد حتى على الأندية، تعرض عليه بعض الأندية، لكن هو منتظر فعلا المنتخب السعودي يعني. صحيح، لان هو التارجت يعني رقم واحد هو بالنسبه له هو المنتخب الفرنسي، لان اتعرض عليه طبعا دوريات او يعني منتخبات، حتى منتخبات عربيه، ورفض كل الكلام ده كله، لان هو حابب طبعا ان هو يكمل مسيرته مع او ريال مدريد يعني. صحيح. ده اوبشن 2 او الثاني يعني. بنتكلم مثلا دلوقتي في القيمه التسويقيه للانديه، بنتكلم فوق المليار يورو لمثلا مان سيتي، وبرضه مليار فوق المليار يعني، فوارق بسيطه جدا، ثم الارسنال ثم كده. دي اول نقطه كابتن. النقطه الثانيه، احنا شايفين هل النفقات والمصروفات واستقطاب اللعيبه العالميه واستقطاب مشاهده كبيره للدوري السعودي هينجح المنتخب السعودي، هياثر بشكل ايجابي في المنتخب السعودي؟ الى ان في البدايات لا، لان احنا دلوقتي عندنا المباراه اللي فاتت كانت يوم الجمعه امام كوستاريكا، مع طبعا منشيدي اول مباراه لي مع اول مباراه خساره 3-1 امام كوستاريكا. عنده مباراه غدا اعتقد مع كوريا يوم الجمعه، او غدا ايوه مع كوريا الجنوبيه. هنشوف هل يتطور المنتخب السعودي. انا عايز اسالك، هل ده بيأثر فعلا على اللاعب السعودي؟ في بعض في نظريه تقول لك لا، ما هو انت لما بتلعب ضد ساديو ماني ورونالدو واللعيبه الكبار دي، اللعيب السعودي بيكتسب خبرات. في راي تاني يقول لك لا، ما دي اماكن ممكن جدا يكون عندك لاعب واعد في السعوديه او سعودي بيلعب في مركز مثلا ساديو ماني، فما عندوش فرصه انه يلعب. شايف انت الاتجاه اني افضل يعني؟ نيكولا قال لا، ده ممكن يساعد المنتخب بشكل كبير، لان هم مهتمين جدا بالدرجه الثانيه، مهتمين جدا باللعيب السعودي وتاسيسه من البدايه يعني. هو يعني الشكلين، انا شايف ان احتكاك اللعيبه السعوديين باللعيبه العالميين اللي زي كده، واكتساب خبرات منهم ان يلعب جنبهم، طبعا هتاثر معاه بشكل كويس، بشكل ايجابي، هتساعده ان هو ممكن تديله طبعا خبرات اكتر، خاصه في التدريب وفي اوضه اللبس يا كابتن هاني، ان هو برضه بيسمع لعيبه كبيره طبعا، جدا لنجوم كبار، بيتعلم منهم اكيد، وبيتعكس بشكل ايجابي عليهم. وفي نفس الوقت المشكله الكبرى ان اكيد هيقعد دكه، وهيلاعب العالمي دوت هيلعب على حسابه، فاعتقد عدد مشاركاته مش هتكون كبيره. صح. وده برضه عامل تاني لابد يتاخد في الاعتبار. طيب تعالى انا وانت والساده المشاهدين، يمكن فريق الاعداد محضر لنا، يمكن الفيفا طلع التقارير الرقميه على مدى الانفاقات والصرف بالنسبه للانديه العالميه. هنستعرض مع حضراتكم، لان الحقيقه كان في ارقام قياسيه، ارقام قياسيه على مستوى الصرف، على مستوى الانفاق، على مستوى كمان الصفقات نفسها. دي طبعا طبعا ده الانترناشنال ترانسفير اللي هو الصيفي اللي احنا موجودين فيه واللي خلص قريب، ده بالاورنج بالعلامه الزرقاء، علامة زرقاء أو الجزء الأزرق، وده 10 تم طبعا انتقالات، عددها 10125 انتقال. ده عدد الانتقالات في الصيف دوت. سنة 2019 كان بتتكلم في 7 مليار و400، سنة أو السنة دي أو الصيف ده وصل ل 8 مليار و140 مليون. ده رقم ريكورد جديد في طبعا الانتقالات الصيفيه. وطبعا ده 8000 ده فري يعني، انت بتتكلم على الانتقالات في الصيف دوت، كان انتقالات كبيره جدا، كان ممكن كمان السوق السعودي عامل ردود افعال فيها. نبص على السلايد بعد كده. دي النفقات، اجمالي النفقات زي ما برضو شايفين رقم قياسي يعني، بنتكلم في 6.2 ده الفري ترانسفير، وبتتكلم في 1.1 مليار يورو في خلال الانتقالات. ده برضو رقم قياسي كبير جدا جدا، وصل ل 7، وده اول مره يحصل الحقيقه في سوق الانتقالات العالميه يعني. ده رقم جديد اول مره يظهر في سوق الانتقالات، واعتقد كمان السنين الجايه هيكون في ارتفاع في هذه الصفقات. نبص على اللي بعديه. قول لنا برضو رايك يا باز لو عندك، لو عندك ده نقطه مهمه جدا. دي الوكلاء حتى على مستوى الوكلاء، طبعا الفيز اللي بياخدوه من خلال الانتقالات وصل لرقم قياسي كبير جدا جدا، وزي ما بقول لحضراتكم وصل ل 596 مليون يورو، وده رقم كبير جدا. ده كمان بالنسبه للايجنت رقم قياسي جديد كمان.
ارقام قياسيه يعني. الارقام دي طبعا ارقام رهيبه يعني، بتتكلم على 600 مليون يورو بس دي كعمولات للايجنت او لوكلاء اللاعبين، ده رقم كبير جدا برضه يا باشا. طبعا طبعا انا شايف ان السنه دي او الانتقالات الحاليه ضربت كل الارقام القياسيه يا كابتن هاني يعني. نتكلم مثلا مقارنه طبقا للارقام اللي احنا شفناها مقارنه باخر ترانسفير او اخر انتقالات، انا شايف نسبه 47% زياده عن اخر انتقالات، فده نسبه كبيره جدا. على صعيد يعني في كان في رقم قياسي كان اتعمل، السوق السعودي مأثر على الرقم ده طبعا، ودلوقتي اعتقد ان هو احتل المرتبه الثالثه في اجمالي النفقات على مستوى العالم مقارنه بالدوريات يعني. احنا تقريبا برضو في تقرير بيوضح لنا الاسيا والدوري السعودي في طبعا هو اللي رفع قاره رفع أسيا. برضو رفع الكل طبعا في الانتقالات معانا. طب دي كمان احصائيه حلوه قوي، ده السن اللعيبه يعني، بنتكلم على الاعمار السنيه انتقالاتهم، وكانت الحقيقه اعلى انتقالات او اعلى نفقات على الصفقات كانت للعيبه سن ما بين 18 ل 23 سنه، وده مهم جدا يعني. الانديه بتصرف وبتشوف وبتحضر للمستقبل بشكل كبير، تقريبا 3.5 مليار يورو برضو رقم كبير جدا للعيبه ما بين 18 و 23 سنه. صحيح الاتجاه بتاع كل الفرق طبعًا دلوقتي طبعا بلينجهام طبعا على راسهم يعني ابرز الاسماء بلينجهام طبعا في الوقت الحالي من دورتموند لريال مدريد. انا شفت حتى ريال مدريد ده يعني في اكتر من لاعب صغير برازيليين 18 برازيليين، كل اتجاه الفرق العالميه الفرق الكبرى دلوقتي بتجيب اكتر من لاعب او اثنين او ثلاثه، وده حصل في الترانسفير الاخيره امثله كثيره جدا، لان ده المستقبل، هو ده اللي بيبنوا عليه. ولا مش بس كده، مش مثلا ما يودهوش ان هو يلعب في الرديف او اليو 21، لا ده على طول في القائمه في الفريق الاول وبيشارك، وشفنا لامين لامار دلوقتي مع برشلونه والراجل بيشارك يعني 16 سنه. انت بتتكلم على لامين دوت يعني، راجل ولد عنده 16 سنه، تخيل على ترانسفير ماركت القيمه التسويقيه كام؟ 25 مليون يورو يعني، عنده 16 سنه والقيمه التسويقيه دلوقتي وصلت 25 يورو اعتقد 25 مليون يورو بالزبط. وبالتالي احنا قدام برضو موهبه كبيره في على مستوى العالم ما فيش شك يعني. طيب عايزين نروح بقى شويه لافريقيا كمان، نتكلم على افريقيا شويه، تابعت منتخبنا وطبعا الوصول ل ساحل العاج 2024. عايز اعرف رؤيتك سريعا عن روي فيتوريا، شغله مع المنتخب ازاي، مباراه بكره اهميتها امام المنتخب التونسي. يعني مشوار بادئ بشكل كويس جدا، اول 8 مباريات لفوز لا خساره يعني، وصلنا لستة كلين شيت، ظاهر بشكل كويس جدا من ناحيه النتائج ناحيه الفوز بشكل عام، ولكن لسه الاداء شفت الماتش، انت شايف لسه الاداء مش مقنع شويه بالظبط يعني، لسه الاداء مش مقنع، محتاجين شويه هارموني كده ما بين اللعيبه. مش عايز اقول ان اللعيبه يعني، ده احدث تدريب على فكره النهارده يعني، ده وجود طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح ووجوده في هذه المباراه، ده يعني من لحظات او من وقت قليل جدا، ده تدريبات او استعدادات منتخبنا ان شاء الله لمباراه تونس بكره ان شاء الله. اتفضل. ده مباراه مهمه جدا، مباراه تونس بكره، من ناحيه طبعا هي مباراه وديه، ولكن بتساعد طبعا وبتساهم في التصنيف، واحنا شايفين وتعلمنا الدرس من السنه الماضيه، وجودنا في التصنيف في التوب 5 منتخبات زي ما بنتكلم بتساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نواجه الفرق في التصنيف الثاني. من وجهه نظري يعني ما بتلعبش دور كبير قوي يا كابتن هاني، لان الفرق دلوقتي في افريقيا اتطورت بشكل كبير، وشفنا جزر القمر، غينيا الاستوائيه، شفنا فرق كبيره جدا يعني جامبيا، وفي فرق مليانه عناصر مهمه جدا حتى لو هم في التصنيف الثاني على سبيل المثال، ولكن فرق قويه جدا. عايزين نستغل فرصه طبعا تونس، مباراه غدا مباراه مهمه جدا، فريق طبعا زي ما قلنا في لعيبه كبيره جدا بتلعب في انديه في اوروبا، صحيح مزدوجه الجنسيه زي ما قلنا، هيكون مباراه واحتكاك مهم جدا. مباراه دايما مباراه مصر وتونس، مصر والمغرب، مصر والجزائر على مر العصور، خلي بالك يعني مش دلوقتي بس، كان مباريات دايما بتكون قويه وفيها حماس. ولكن تتوقع شكل المنتخب ايه، وخاصه وجود محمد صلاح اكيد هيدي نوع من انواع الثقه طبعا للاعبتنا، وجود تقل في الشكل الهجومي بشكل كبير. صحيح. جدا. وتقييمك سريعا للاداء الفني لمباراه اثيوبيا، شايف
الديفو كان فين؟ مباراة اثيوبيا الديفو كان شفت معظم اللقاءات او معظم مراحل المباراه كابتن هاني بنلعب الكره الطوليه بما فيش البيلد اب يعني. بالبيلد اب دايما بنلعب اللونج بولز في ظهر المدافعين، ما كانش فيه انسجام، ما كانش فيه هارموني. كان شفت دايما حتى نص الملعب كان عندنا فيه جاب كبير جدا، حتى ناحيه الشمال عمر مرموش في بعض الكور كان بيلعب بشكل فردي، ما زال برضه حتى في تسديداته على المرمى بياخد قرارات سريعه. الهدف اللي جه طبعا كان بالهدف بتاع مصطفى فتحي، والراجل بصراحه كان قدم دور مهم جدا واداء رائع جدا في الماتش دوت، وكان بديل رائع لمحمد صلاح في هذه المباراه. كابتن هاني انا شفت الاداء كان ضعيف، محتاجين شويه ان يبقى فيه تماسك. وجود محمد صلاح بيلعب دور كبير جدا، لان محمد صلاح شفناه في المباريات، يعني لو هنقارن وجود محمد صلاح في المباريات وعدم وجوده، لا هو بيدي بتحس يعني ان حتى في الثلث الاخير الريتم بيبقى اسرع شويه، بيبقى فيه خطوره صحيح. اكتر شويه اكيد يعني لاعب كبير. طيب لو جاهزين يمكن عايزين كمان نعدي قبل ما نخلص على المجموعات. انت عارف يا باز يعني في 22 فريق خلاص وصلوا لساحل العاج، تبقى بس فرقتين وبكره هيتم الحسم في وصول هذه الفرقتين. نشوف مع حضراتكم المجموعات ونشوف مين اللي وصل. طبعا نيجيريا في الصداره دي في المجموعه الاولى، غينيا بيساو وصل مع نيجيريا ب 10 نقاط. وزي ما بقول لك نيجيريا دلوقتي يا جماعه تيم اكتر من رائع، عنده نجوم بيلعبوا في كل دوريات التوب ليجز في اوروبا، انديه كبيره جدا، هدافين. يعني المنتخب النيجيري اعتقد من المنتخبات اللي هيكون ليها يعني الفترات اللي جايه، يمكن غاب فترات شويه لكن جاي بقوه جدا، ومرشحين للفوز ببطوله افريقيا الحقيقه. ده كانت المجموعه الاولى وصول نيجيريا. ودي المجموعه الثانيه هنتكلم على بوركينا فاسو اللي بقول لحضراتكم كمان من المنتخبات القويه جدا، ووصلت مع الراس الاخضر. وكمان المنتخب الراس الاخضر الحقيقه كمان عامل مفاجآت وبيخطو خطوات للامام. شوف المجموعه الثالثه ناميبيا والكاميرون، دي لم تحسم بعد، دي هتتحسم بكره وهنتكلم في تفاصيلها. ناميبيا لغايه دلوقتي في المركز الاول، الكاميرون في المركز الثاني. طبعا دي ترتيب المجموعه الرابعه، مصر في الصداره مع غينيا وصلوا، وملاوي اثيوبيا في المركز الثالث والرابع. المجموعه اللي بعد كده غانا وصلت مع انجولا، افريقيا الوسطى خرجت مع مدغشقر، والجزائر وتنزانيا ضمن الصعود. ولسه يعني في بعض اعتقد دي كمان لسه ما اتحسمتش بشيء، لا اتحسمت. مالي وجامبيا هتحسم بكره كمان. في مالي ب 10 نقاط، جامبيا ب 10 نقاط، الكونغو ب 7 نقاط، وجنوب السودان. زامبيا وساحل العاج وصلوا اول وثاني. جمهورية الكونغو وموريتانيا، موريتانيا كمان بتوصل اعتقد للمرة الثالثة على التوالي، فريق موريتانيا كمان من المنتخبات اللي يعني اتطورت بشكل كبير جدا، وصلت كمان على حساب الجابون والسودان. تونس وغينيا الاستوائية وصولهم اول وثاني، خروج بوتسوانا والمنتخب الليبي. جنوب افريقيا مع المغرب طبعا، وليبيريا وزيمبابوي في المركز الثالث والرابع، وصول جنوب افريقيا والمغرب. السنغال طبعا مع موزمبيق، ورواندا وبنين خارج البطولة. باز رؤيتك للمجموعات ديت، وزي ما بقول مازال لسه مباراة الكاميرون بكرة، في مباراة هتحسم الفرقتين، رؤيتك العامة على البطولة اللي جاية هتكون بطولة صعبة، منتخبات زي ما بقول لك منتخبات كان في الأول يعني تصنيف تاني وثالث، ولكن مستوياتها بقت قوية جدا، عندها عدد كبير من المحترفين. يعني أنا هفاجئ حضرتك بالأرقام بيدلل على قوة حتى التصفيات اللي هتتعكس طبعا في البطولة طبيعي. هتكون قوية ازاي؟ احنا بنتكلم دلوقتي على نيجيريا، نقف عند نيجيريا بنتكلم في 22 هدف، أقوى خط هجوم في التصفيات حتى الآن يا كابتن هاني. مين بقى اللي بيجي بعد نيجيريا؟ مالي. مالي 15 هدف في التصفيات، يعني نتكلم مالي. حتى بعد كده السنغال، اوكي السنغال معروفه، بعد السنغال بيجي زامبيا، زامبيا والسنغال 12 هدف. 12 هدف على زامبيا ومالي، بنتكلم دلوقتي على فرقتين منتخبين يعني قد يبدو للناس ان هم بيقولوا تصنيف تاني، يعني تصنيف تاني، ولكن لا فرق قويه، مواجهتهم كانت مواجهات قويه، محققين طبعا ارقام كبيره جدا، من اقوى خط هجوم حتى الان في التصفيات. حتى على مستوى الدفاع نتكلم طبعا تونس هي اقوى خط دفاع، يعني استقبلت هدف واحد في التصفيات حتى الان، وده طبعا مؤشر عشان نركز بكره، وعندهم خط قوي جدا، دفاع قوي جدا. صحيح. تاتي الجزائر، تاتي مالي،
مالي استقبلت هدفين، يعني بنتكلم من ناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه فريق مالي فريق مهم، فريق طبعا حصل فيه تطور كبير جدا. زامبيا بنتكلم على الكونغو جابت 11 هدف، يعني احنا مصر 10 اهداف حتى الان، يعني بنتكلم ان في فرق سابقانه موريتانيا عدينا تقريبا 10 اهداف برضو. يعني انت شايف مازال الحته الهجوميه رغم وجود محمد صلاح في منتخب مصر، ولكن المعدل التهديفي لمنتخب مصر الهجومي مازال بعيد شويه لسه عن منتخبات زي منتخبات نيجيريا والسنغال وحتى المستوى الثاني. بالظبط، يعني انا يعني استثنيت نيجيريا، لما بنتكلم في نيجيريا عندهم خط هجومي ناري، نتكلم في فيكتور اوسيمين مهاجم نابولي الايطالي، هو حتى الان لعب 4 مباريات في ايطاليا هناك في سيريا، جايب 4 أو 5 اهداف تقريبا، طيب جايب هاتريك امبارح هاتريك بالظبط. يعني بنتكلم في كليتشي ريتشو لاعب ليستر سيتي الانجليزي، بنتكلم في سامويل شاكويزي لاعب الجناح طبعا بتاع ميلانو الايطالي، بنتكلم في اسماء موزيس سيمونز نانت الفرنسي، اسماء قويه جدا كخط هجوم ناري لنيجيريا. عشان كده هو 22 هدف ماشي. بنتكلم بقى مالي والتطور اللي فيه، مصر لسه بعيده في من الناحيه التهديفيه. نتمنى يا باز ان شاء الله نتمنى نخش شويه في حتى طبعاً الارقام التهديفيه على مستوى الهجوم بوجود محمد صلاح، لكن زي ما بقول لحضراتكم مش محمد صلاح هو اللي هيشيل منتخب مصر لوحده، كره القدم كره جماعيه، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الفتره اللي جايه، كمان كل التوفيق لنادينا النادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه. محمد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن هاني، دايما سعيد بوجودي، وان شاء الله باذن الله يعني تحقيق السوبر الافريقي يوم الجمعه القادم ان شاء الله، ثم طبعا تحقيق نتيجه كبيره على الاتحاد السعودي في كاس العالم. نمشي خطوه خطوه ان شاء الله نبدا الخطوه ببطوله جديده تضاف الى دولاب النادي الاهلي بالجزيره. بشكر حضراتكم، ان شاء الله لقائنا يوم الاثنين اللي جاي حلقه جديده مع المحترفين.